مشاهدي متتبعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر وصباحكم سعيد. هذا المباشر اللي غادي نخصوه مرة أخرى لبلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني بخصوص توقيف أشخاص بمدينة طنطان، وفيما يلي نص البلاغ: تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة طنطان بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني زوال يوم الأربعاء 24 ماي الجاري من توقيف شخصين يبلغان من العمر 21 سنة ويشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر. وقد تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بشكل متزامن بداخل منزلين بمدينة طنطان، حيث تم توقيف المشتبه فيهما متلبسين بالتحضير لتنفيذ عملية الهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية لفائدة 14 مرشحا للهجرة غير النظامية، تم ضبطهم بعين المكان. وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن العثور بحوزة المشتبه فيهما على 10 حاويات تضم 250 لتر من المحروقات، علاوة على سيارة رباعية الدفع يشتبه في استعمالها في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. هذا وقد تم إخداع المشتبه فيهما والمرشحين للهجرة السرية للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. إذن كان هذا بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني بخصوص تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة طنطان من توقيف شخصين يبلغان من العمر 21 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر. شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.